احنا شايفين العالم كله بيعاني من أزمة كبيرة. احنا كمصر كلنا جزء من العالم ده، وكلنا بنشوف او بنحس باللي العالم بيحس بيه. الدولة المصرية حريصة انها تخفف من تداعيات الأزمة العالمية دي على المصريين، وده من خلال حزمة ضخمة من إجراءات الحماية الاجتماعية اللي امبارح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن عنها بتكليف من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكمان هيبتدي تطبيقها من الشهر الجاي. الحزمة دي بتتضمن علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه كل شهر لكل العاملين في الجهاز الإداري في الدولة، وكمان نفس المبلغ كل شهر لأصحاب المعاشات، ده غير رفع الحد الأدنى للأجور عشان يكون 3000 جنيه شهريا بدل من 2700 جنيه. يمكن يا منى بداية كلامك قلتي إنها أزمة عالمية، الأزمة دي إحنا كمصر جزء من العالم، فطبيعي ما فيش حد خارج عن دائرة التأثير والتأثر بهذه الأزمة تحديدا، لأن الأزمة دي ألقت بظلالها مش بس على العالم ككل أو الشق الاقتصادي فقط، لكن أكيد في قطاعات تانية كان ليها أيضا تداعيات أثرت على هذه الأزمة تحديدا. عشان كده من ضمن القرارات اللي تم الإعلان عنها امبارح إن هيتم وضع آلية، الآلية دي هي آلية واضحة لتعويض ودعم كل من تأثر في مختلف الشركات اللي تعثرت وتوقفت أعمالها بسبب الأزمة العالمية الحالية، وكمان هيتم صرف هذا الدعم لحد شهر يونيو 2023 بشرط واحد، ألا وهو عدم الاستغناء عن العمالة اللي موجودة في الشركات. طيب ضيف على ده كمان ان كان في قرار قبل كده للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل تحريك اسعار الكهرباء لمده 6 شهور، الست شهور دي من المفترض ان هي كانت تنتهي اخر السنه الحاليه 2022 اللي احنا فيها. امبارح تم اضافه 6 أشهر أخرى، يعني مفيش أي تحريك لأسعار الكهرباء لحد 30 يونيو السنة اللي جاية، وده تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام مؤتمر الاقتصادي. يمكن دي يعني نقدر نقول جزء من مخرجات المؤتمر الاقتصادي اللي كلف بيها الحكومة كمان بعدم زيادة أي رسوم على المواطنين خلال الفترة المقبلة تحديدا. من الحاجات اللي دايما الناس بتسأل عليها التموين وبطاقة التموين وإيه اللي هيحصل في بطاقة التموين. سيادة الرئيس في أغسطس اللي فات كان وجه بتقديم دعم استثنائي على البطاقة التموينية لغاية آخر السنة، امبارح تم إضافة 6 شهور كمان، يعني الدعم الاستثنائي هيستمر على بطاقة التموين لغاية 30 يونيو 2023، وبيستفيد من القرار ده أكثر من 10.5 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية اللي هم أصحاب الدخل المنخفض والمرأة المعيلة والأرملة وذوي الاحتياجات الخاصة والعمالة غير المنتظمة. طيب احنا قدام حزمة من القرارات زي ما انت قلتي كده، أولها رفع الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه، كمان في عدم تحريك أسعار الكهرباء لمدة 6 شهور، ده إضافة ل6 شهور اللي فاتت اللي هتنتهي آخر العام. مش بس كده، من الموضوع ما وقفش عند كده كمان، لأن كان في كمان قرارات حكومية، يعني مجمل هذه القرارات اللي اتخذت بالأمس هتتنفذ يعني زي ما قلنا لمدة 6 شهور كنوع من أنواع حزم الحماية الاجتماعية، وتنفيذ هيكون فورا من خلال الشهر اللي جاي. لكن في قرار تاني، يمكن هذا القرار ليه علاقة كمان برفع الحد الأدنى الخاص بالإعفاء من الضرائب للمواطنين من 24 ألف جنيه في السنة ل 30 ألف جنيه في السنة تحديدا، يعني بحسبة بسيطة كده اللي مرتبه 2500 جنيه مش هيدفع أي نوع من أنواع الضرائب. لكن القرار ده لازم يوافق عليه بطبيعة الحال مجلس النواب من خلال مشروع قانون، مشروع قانون ده هتتقدم به الحكومة يعني على وجه السرعة، وبالتالي احنا كده نكون أمام حزمة متكاملة من الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية، بتشمل كل حاجة، قلنا بتشمل رواتب، بتشمل علاوات، معاشات، تموين، وكمان إعفاء ضريبي. الحزمة دي تكلفتها على الدولة خلال السنة المالية الواحدة بتقدر ب 67 مليار جنيه،
الهدف الأساسي هو تخفيف أي تداعيات سلبية على المواطن بسبب أزمة جائحة كورونا اللي بدأت وبعدها الأزمة الروسية أو حالة الاضطراب اللي بيمر بيها الاقتصاد العالمي ككل. وزي ما قلنا إن مصر يعني جزء من هذا الاقتصاد العالمي، لكن مصر بتاخد خطوات جادة علشان تقدر اللي هي توفر مظلة حماية مجتمعية لكل المواطنين. صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير بمصر.